كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ساعات ونبتدي الشهر الكريم ونقدر نقول كده ببساطة دراما رمضان اضرب المدفع هيبتدي وهيبتدي الماراثون الرمضاني وسباق المسلسلات. هنكلمكم النهاردة في حلقة خاصة واستثنائية عن مسلسلاتك المفضلة هتشوفها فين وكمان نجومك المفضلين على اي قناة، ولو انت بتحب قوي يعني متخصص تحب مخرج معين كاتب معين هنقول لكم بالتفصيل في حلقة جديدة من الفن وحكاياته معاكم على الشاشة. قبل كده رمضان السنة دي شكل تاني لان عندنا دراما متنوعة ومختلفة، دراما صعيدي هنلاقي، دراما اجتماعية هنلاقي، دراما المخابرات والجاسوسية عندنا بالطبع، دراما البطولات كمان عندنا. فنقدر كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع شهر رمضان الكريم هناك سباق ساخن للغاية. لو ابتدينا نتكلم على القنوات اللي هتتذاع عليها الاعمال المتنافسه نبتدي ونقول قناه دي ام سي هنلاقي عليها مسلسل هجمه مرتده، ده لاحمد عز وهند صبري من ملفات المخابرات المصريه. عندنا كمان مسلسل مميز للغايه، وانا بقول مميز مش ده حكم لان انا بحترم للغايه نجوم هذا العمل وبقدر شغلهم جدا، على راسهم المخرج تامر محسن والنجمه منى زكي في لعبه نيوتن. كمان عندنا ريهام حجاج في تاني بطولة ليها بعد دراما رمضان السنة اللي فاتت، بتقدم لنا السنة دي تركيبة مختلفة قوي مع رانيا يوسف في كل ما نفترق ومعاها عدد آخر من النجوم. عندنا كمان زي ما قلنا محمد رمضان، هنشوفه فين محمد رمضان؟ برضو على دي ام سي في مسلسل موسى، ونرجع لفترة الاحتلال الانجليزي صعيد مصر، وهنا رمضان بيراهن على تركيبة مختلفة مغيرة. هنشوف ونحكم بعد أكيد أول كم حلقة من المسلسل. نروح لقناة اون ونشوف المسلسلات المتنافسة على اون. عندنا خمس نجوم بيتنافسوا خارج المنافسة، ولازم أقول كده الحقيقة، النجم القدير يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش. عندنا الجزء الثاني من الاختيار أو من اختيار اثنين، ده لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، وهنشوف واحدة من ملاحم الشرطة ورجال الشرطة. عندنا كمان كرارة السقة في نسل الأغراب. عندنا كمان بين السماء والأرض، وبين السماء والأرض كان في معلومة كده متداولة إن هو عن قصة للأديب الكبير نجيب محفوظ. الحقيقة لا، هو عن سيناريو فيلم بين السماء والأرض اللي كتبه نجيب محفوظ مع المخرج القدير صلاح أبو سيف. إحنا عارفين الأستاذ نجيب محفوظ كان اشتغل مجموعة من الأفلام كسيناريوهات بس بعيدا عن قصصه ورواياته اللي تحولت لافلام سينمائيه. المسلسل فيه عدد كبير من النجوم وتجربه مختلفه في الكتابه، هنشوف اسلام حافظ النجم او الممثل عامل ايه كمان في المسلسل. وعندنا الفنان يوسف الشريف بينافس رمضان السنه دي في مسلسل كوفيد 25. هنشوف يوسف وجمهور العريض اللي مستنيه في تجربه مختلفه على يوسف لان هو بس مقدم 15 حلقه فقط. نروح لقناة سي بي سي ونقول هنشوف ايه على سي بي سي. يسرى النجمة القديرة في هذا العام تقدم مسلسل حرب أهلية على سي بي سي، وأيضا نيلي كريم في مسلسل ضد الكسر على سي بي سي. عندنا بقى مسلسل مختلف الحقيقة أقدر أقول ده، هو القاهرة كابول، لأن القاهرة كابول بيضم عدد كبير من النجوم اللي هم ممثلين تقايل كده، حنان مطاوع، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، وطبعا خالد الصاوي. كمان على سي بي سي هنشوف اللي مالوش كبير، ده ياسمين واحمد العوضي في مسلسلهم معا للمره الاولى، هنشوفهم في رمضان السنه. اما قناه الحياه فتتعرض عليها مجموعه من المسلسلات اللي تتنافس هذا العام على جذب اكبر عدد من المشاهدين. عندنا النمر لمحمد عادل امام، عندنا ظل راجل لياسر جلال، عندنا القاهره كابول بيتعرض على اكثر من قناه، وده يمكن لاهميه موضوعه ممكن نشوفه هنا على قناتين مختلفتين. وكمان هنشوف على الحياه مسلسل كل ما نفترق ريهام حجاج.
عادة في شهر رمضان الكريم بالنسبة لي أنا يعني لأن ده شغلي، فإحنا بنعمل كده حاجة زي البرشامة الصغيرة. فاكرين البرشامة دي؟ دي بنحط فيها كل المسلسلات بمواعيد العروض عشان تقدر تشوف مسلسلاتك بوقت منظم جدا، مفيش حاجات بتدخل على بعض، خصوصا مع بتبقى المساحة الإعلانية بتبقى كبيرة جدا. كمان أنت المسلسلات بتتعاد على أكتر من قناة، فده بيبقى فرصة إن أنت تقدر توفق مواعيدك مع مواعيد عرض هذه المسلسلات. في ناس بتختار تبقى للنجم، في حد بيقول انا بحب يحيى الفخراني فبيدور على مسلسل يحيى الفخراني، في ناس تانية بتدور على يسرى فبتروح ليسرى، في ناس مستنية كريم عبد العزيز وميكي في لقاء جديد ومختلف، او السقا وامير قرارة. انا بالنسبة لي جزء كبير من المشاهدة بيتحكم فيه مش بس النجم الحقيقة، ايضا كتاب السيناريو والمخرجين. والسنة دي اقدر اقول ان احنا عندنا مجموعة مهمة للغاية من الكتاب والمخرجين. مثلا اقدر اقول في نجيب زاهي زركش، ودي تركيبة درامية انا بحبها ولها شعبيتها، هنلاقي عبد الرحيم كمال وشادي الفخراني، مش اول مرة بيشتغلوا مع بعض، ويمكن تجاربهم اللي قبل كده بتقول قد ايه هما كانوا ناجحين وقدموا اعمال مهمة مع النجم القدير يحيى الفخراني. هاني سرحان وكان عنده تجربة مهمة رمضان اللي فات اللي هو الفتوة رغم بعض التحفظات عليه، وايضا معاه هذا العام بيتر ميمي في الاختيار 2 مع طبعا عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف. نروح بقى لكوفيد 25، طبعا يوسف الشريف ما بيغيرش مع انجي علاء السنه دي، هي السيناريو والاخراج لاحمد نادر جلال، واحمد من اهم مخرجين السينما وتحديدا نجح قوي قوي مع يوسف الشريف. ولو رحنا لنيلي كريم هنلاقي معاها السنه دي عمرو الدالي للمره الثانيه بعد المسلسل بميت وش اللي كسر الدنيا، واحمد خالد، واحمد من مخرجين السينما المهمين جدا. والحقيقه من المسلسلات اللي في ناس كتير مستنياها، ناس انا اعرفهم بشكل شخصي، هو لعبه نيوتن بيحمل توقيع تامر محسن. تامر كمؤلف ومخرج لهذا العمل، تامر طبعا احنا نفتكر اخر حاجه كان قدمها هذا المساء، وكان واحد من المسلسلات المهمه جدا في المنافسات الرمضانيه. وبسرعه كده نروح ياسمين عبد العزيز، بتكرر نفس فريق عملها، ودي الملاحظات اللي هنلاقيها في دراما رمضان السنه دي. الناس اللي بتستريح مع بعض، بتحب الشغل مع بعض، هنلاقيهم مكررين التجارب في الكتابه وفي الاخراج. ياسمين معاها ايضا هذا العام عمرو محمود ياسين ومصطفى فكري، نفس الحكايه، هنلاقي النجمه القديره يسرى بتكرر شغلها مع سامح عبد العزيز بعد نجاحهم في العام الماضي معا ومسلسلهم الجديد حرب اهليه. حرب اهليه بيشهد تكتم شديد جدا من فريق العمل، لان هو التساؤل يا ترى هتبقى عيله كده مفككه زي عيله يسرى في رمضان اللي فات، ولا المساله ايه بالظبط؟ ده اللي هنكتشفه مع اول حلقات مسلسل حرب اهليه، واللي يسرى بتنافس فيه مع باسل خياط في دور جديد على باسل في الدراما المصري. النجم محمد رمضان السنة دي بينافس مع مخرج موهوب جدا محمد سلامة، وناصر عبد الرحمن واحد من كتاب السيناريو الموهوبين المقلين في أعماله. ناصر آخر حاجة قدمها كانت مع النجم الراحل محمود عبد العزيز في جبل الحلال، ومن بعدها شهد فترة غياب طويلة عن الدراما الرمضانية. المرة دي بيرجع مع رمضان ومسلسل كل أحداثه بتدور في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، وتحديدا في صعيد مصر. هنشوف موسى عامل ايه، تحبيشة اللي بيعملها رمضان شكلها عاملة ازاي، هتاكل مع الناس السنة دي زي كل مرة ولا ايه. هنروح بعد كده لمسلسل هجمة مرتدة، وده من الاعمال المرتقبة او الناس كتير مستنية تشوفه لانه من ملفات المخابرات المصرية الحديثة. المسلسل بيحمل توقيع باهر دويدار، باهر من كتاب السيناريو المهمين، ويمكن شفنا له الاختيار 1 رمضان اللي فات، مع مخرج انا بقى يعني ده مخرج اللي هو ايه كده عزيز، ما بيشتغلش كتير قوي واعماله نادرة جدا، مقل في اعماله لانه بيختار صح، هو احمد علاء الديب. واحمد وخريج معهد سينما من المخرجين السينمائيين الواعدين، وابن الاديب الراحل الكبير علاء الديب. واذا كان رمضان السنه دي في عدد كبير من النجوم بيتنافسوا موجودين في اعمال مختلفه زي ما قلنا، انا الحقيقه بتفائل قوي اما بلاقي عدد كبير من المخرجين الموهوبين والواعدين وايضا كتاب السيناريو متواجدين في رمضان السنه دي، وده نشوفه بأكتر من عمل بيحمل توقيعات لعدد من المخرجين والكتاب الشطار. نقدر نقول كده.
طبعا مش دي كل الدراما والمسلسلات المتنافسة في شهر رمضان الكريم، هناك مجموعة أخرى من الأعمال لنجوم تانيين. عندنا روجينا تخوض أول بطولة مطلقة في بنت السلطان، عندنا مسلسل الطاووس وده بطولة أستاذ جمال سليمان ومعاه سهر الصايغ وقضيته شائكة جدا فممكن يبقى عامل رد فعل في رمضان. عندنا كمان زينة بمسلسل جديد هذا العام، وعندنا كمان دينا الشربيني في مسلسلها قصر النيل مع المخرج خالد مرعي وهو أيضا يعود إلى فترة زمنية مختلفة. دراما كتير متنوعة، عندنا نجوم طار جدا جدا، هنشوف إيه وهنحب إيه هيبان مع أول حلقات في مسلسلات دراما رمضان زي ما قلنا هتبتدي في خلال ساعات. استنونا وحلقات جديدة ومختلفة عن دراما رمضان هنناقش معاكم فيها كل الظواهر المتعلقة بالدراما الرمضانية والمسلسلات المعروضة وجهات نظركم اللي تطرحوه على صفحاتكم، كل ما يكتب عن دراما رمضان، آراء نقاد نجوم طلعوا لأن مسلسلاتهم عاملة شغل عالي من أول حلقات أو نجوم الأسهم نزلت وده بيحصل. كمان نقدر نقول نجوم شباب هيتألقوا في دراما رمضان، شباب واعدين سواء ممثلين صغيرين أو ممثلات، كتاب كتبوا حاجات مفاجأة ومبهرة وأيضا مخرجين. رمضان في حاجات كتير جدا هذا العام في دراما 2021. استنونا في الفن وحكاياته مع علا الشافعي. السلام.